السلام عليكم ورحمة الله. لما نزل قول الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، شق ذلك على المسلمين، فانطلق وعزل من كان عنده يتيم طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فكان يحبس طعام اليتيم وشرابه حتى يأكله أو يفسد، فاشتد عليهم ذلك وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. ويسألونك أيها النبي عن اليتامى كيف يتصرفون في معاشهم وأموالهم؟ واليتيم هو من مات أبوه قبل البلوغ، فإذا بلغ زال عنه صفة اليتم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام، قل إصلاح لهم خير. قل لهم إصلاح لليتامى في كل النواحي لهم خير، ليس المقصود بالإصلاح فقط هو توفير الغذاء والكساء لليتيم، ولكنه أوسع وأشمل من ذلك. فاليتيم كما يحتاج لمقومات الحياة يحتاج أيضا لإصلاح الذات وإصلاح العقيدة وإصلاح الأخلاق وإصلاح الأموال، فافعلوا الأصلح والأنفع لهم دائما. فاليتيم ينظر إليك كطوق نجاة، فكن له نعم الأب وخير مربيه. ألا يكفيك وعد النبي صلى الله عليه وسلم حين قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين؟ وجاءت خير نكرة لتفيد العموم والشمول، فكل إصلاح لليتيم خير. ثم رفع الله عز وجل الحرج عن المسلمين في مخالطة الأيتام وقال وإن تخالطوهم فإخوانكم، وإن تخالطوهم في معاشهم من مأكل ومشرب وخلافه فهم إخوانكم في الدين. والأخ يأنس بأخيه ويخالطه وفي نفس الوقت يراعي مصالحه، والإخوان يعين بعضهم بعضا ويصيب بعضهم من أموال بعض بالمعروف والرضا. ولكن احذر عند المخالطة مع الأيتام من الجور على أموالهم، والله يعلم المفسد من المصلح، والله يعلم المضيع لأموال اليتامى من الحريص على إصلاحها، والمرجع في ذلك إلى النية والعمل. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والمسرف هو كل متعدي على مال اليتيم، ظالم، جائر، مسرف، مهلك، والمصلح هو العادل، المعتدل في الإنفاق، المحافظ على أموال اليتامى. ولو شاء الله لأعنتكم، ولو شاء الله لضيق وشق عليكم بتحريم المخالطة، فهذه الرخصة لطف من الله تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إن الله عزيز في ملكه، له القوة الكاملة والقهر لكل شيء، ولكنه مع ذلك حكيم في خلقه وتدبيره وتشريعه. جزاكم الله خيرا. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم.